kaže... منورين المعمى والله. لو سمحتوا مفيش أي فرصة خالص إن احنا نتكلم، العدد كبير والمكان مفتوح فالصوت أصلا ضعيف بالنسبة لك. في ناس حوالينا ممكن دلوقتي يشتغلوا معانا حوالينا في المعمل، فلو سمحت مفيش أي فرصة إن حد يتكلم. هنتكلم حتى لو مش عازمينه حاجة، لو سمحت أجلها بعد السكشن عشان ما اضطرش إن أنا أقول لك إيه. بعد إذنك اطلع بره. سامي الله كده مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله المفروض إن أنا هشرح مع حضرتك موضوع اسمه الالكترونيك. هنساعد بعض عشان نغطي على قد ما نقدر الجزء بتاع اللي هنشرحه النهارده، ولو في انتروداكشن قبله بشويه كان المفروض في الكي جي ترونيك، بس الكي جي ترونيك ملوش سيكشن عندنا لان ملوش معمل او ملوش موديل نشرح عليه. بالاضافه لكده المفروض في موضوع تاني ان شاء الله هشرحه لك برده النهارده، وهو الجاز سيرفو. فنستعين بالله كده باذن الله علشان نخلص الموضوع ونشوف الموديل بتاعنا وكل يبقى تمام. المفروض ان حضرتك الاسبوع اللي فات اخدت كاربريتور والكاربريتير، واللي ما حضرش الاسبوع اللي فات كان في سكشن تعويضي الاسبوع ده. طب بسرعه كده، هو ايه هو الكاربريتير؟ مبدئيا نصيحه اخ قبل ما نكون نصيحه معيد الماده، الجزء ده الشرح بتاع الكاربريتير او الجزء بتاع النهارده او الجزء بتاع المره اللي جايه ان شاء الله، المره الاسبوع اللي جاي فيه شفوي، الاسبوع اللي بعده في معمل لسه. مهم قوي حضرتك كبراكتيكال عمليا انك كمهندس ميكانيكا او حتى مهندس ميكانيكا لو عندك عربيه او والد عنده عربيه او واحد صاحبك عنده عربيه، هيفرق معاك كتير قوي انك تفهم حاجات في العربيه موجوده. هنشرح بالظبط حاجات كتير قوي في العربيات الموجوده في الشارع حوالينا تشتغل ازاي. هيخليك اوير اكتر لما تسمع كلمه من ميكانيكي او تسمع كلمه من صاحبك، ده انا عندي مشكله في البوابه، ده انا عايز اصلح الاسبراتير، تعرف الكلام ده عن ايه. وممكن تبدي برايك فعلا وتقول نصيحه او راي علمي بناء على استناد علمي، مش مجرد ايه اي هري وخلاص. طيب ايه موضوع الكاربريتور اللي خدناه الاسبوع اللي فات واللي كان تكملته الكي جي ترونيك اللي ملوش سكشن معانا للاسف، واللي تكملته الال جي ترونيك بتاع النهارده؟ قال لك الموضوع ده كله اللي هو الجزء بتاع دكتور احمد الورداني يندرج تحت فيول سيستم. يعني ايه فيول سيستم؟ قال لك انت درست معايا يعني ايه انجن فور سلندر او الفور ستروك انجن والتو ستروك انجن، وعرفت ان الانجن بيحصل جواه كومبشن. كومبشن يعني حريق، اير وفاول وحراره، وعرفت ازاي الحراره بتحصل لو محرك بنزين سبارك، لو محرك ديزل سيلف اجنيشن. بس كان كل شغلي يقول لك ايه؟ اير اند فاول بيطلع برودكتس في المعادله. اجي اقول لك دخل الاسطوانه اير اند فاول وحصل كذا. طب دخلوا منين؟ ايه اللي وصل الاير والفاول للاسطوانه عندي؟ هو ده في الفاول سيستم. يبقى لو جالك سؤال في الامتحان اتعود على حاجه شويه، انت مهندس وصلت خلاص عديت نص المده او بقى تطلعوا كده ايه حساسين واسلوب، عديت نص المده واكيد حضرتك يعني قدرتك على التفكير اتطورت وقدرتك على الافتكاس برضه اتطورت. فلما يجي تسال سؤال حاول دايما تعود نفسك وانت بتذاكر حاجه او بتتعلمها في محاضره او بتتعلمها في سيكشن انك تعديها انك تفهمها وهي بتتشرح. عارف ليه؟ الحاجه لما تفهمها وهي بتتشرح او بتفكر فيها اثناء الشرح ووصلت لها لوحدك زي ما وصلت النتيجة بتاعت الدكتور، صدقني مهما يحصل في الامتحان هتعرف تجاوبها. لان انت ايه؟ انت ما كنتش حافظها وخايف تنساها، انت فهمتها. فلما اجي اقول لحضرتك الفيول سيستم باختصار شديد هو المسؤول عن ايه؟ الهواء والفيول يخش. فلو جيت في الامتحان اذكر الفانكشنز بتاعت الفيول سيستم، اذكر وظائف الفيول سيستم في العربية. خمن معايا كده، فكر. اللي يعرف يرفع ايده يقول حاجة. بيعمل ايه؟ ترانسفير بينقل الفيول للانجن. ليه هو الفيول موجود فين في العربيه؟ في التانك ورا والانجن موجود فين؟ قدام. طب ليه بعدين عن بعض؟ عشان ما يبقاش في فرصه ان الفيول يسخن ويحصل له اكسبلوجن. فاول وظيفه بديهي جدا ان هو عايز يوصل الفيول للانجن، فترانسفير بينقل الفيول من هناك لهنا. طب ايه تاني؟ اتحكم بقى ما فيهاش حد خالص. خلط الهواء. خلط طبيعي ان الهواء والفيول هيختلطوا ببعض، فهو مسؤول ان هم يخلطهم ببعض. مش بس اي خلط، مسؤول ان هو ايه؟ متري، يعايرهم مع بعض. يعني يشوف انت عايز قد ايه فيول ويديك كميه الفيول انت عايزها، لان مش طول الوقت انا عايز فيول ثابت، في عندك حاجه اسمها ايه؟ اير تو فيول ريشيو، فهو اللي بيطالب. وصل الفكره؟ بس كده، انت كده خلاص وظائف الفيول سيستم. قال لك ظهر الفيول سيستم دوت انواع كتير قوي، اول نوع ظهر كان الكاربريتور او الكاربراتير وكان في الستينات زمان قوي، وكان الموضوع قديم شويه.
طب هو لسه موجود؟ هو لسه موجود بس مش لسه بينتج. يعني في عربيات لحد دلوقتي في الشارع شغاله كربيراتير. رجال ثلاثه 130 130 الكلام ده شغال كربيراتير. فحضرتك وارد تكون شغال في شركه مسؤوله عن صيانه العربيات اللي فيها فتشوف كربيراتير. ولكن ما عادش بينتج جديد. ليه؟ لان ظهر حاجه بعده اسمها الانجكشن سيستم. وده لغى الكربيراتير تماما. دايما يا شباب لما اجي اقول لك هو في عربيات بنزين طب في عربيات ديزل؟ ايوه. طب الاثنين لسه موجودين؟ ايوه. ده معناه ايه؟ ده في مميزات وعيوب وده في مميزات وعيوب. لكن لما اجي اقول لك كان في كربيراتير وبقى في انجكشن ولغى الكربيراتور يبقى مميزات الانجكشن ايه؟ لغيته خالص مش محتاجه تماما. طب يعني ايه انجكشن؟ حق. يعني ايه حق؟ يعني قال لك في الكربيراتير كان مين اللي بيحرك الفاول؟ الهواء معدي في البنشوري سرعته تزيد ضغطه يقل يسحب الفاول معاه. طب مين اللي بيسحب الفاول؟ هو الهواء. فمين اللي بيتحكم فيه؟ هو الهواء مش انا. لكن في الانجكشن انت بتعمل ايه؟ بحقن الفاول. طب لو سالتك ايه مميزات الانجكشن على الكربيراتير؟ من غير ما تعرف من غير ما احفظ ما انت لسه قايل اهو هو لدى عيوبه زي ايه؟ انت انجكشن انت اللي بتحقن يعني انا بتحكم في الحقن. طب ده معناه انك ايه؟ مور اكيوريت كنترول. انا بعمل كنترول اكتر على عمليه الخلط. وبالتالي لما انت تتحكم اكتر في كميه الفاول وترش هتستفيد ايه؟ الريسبونس اسرع معاك ممكن تستفيد ايه؟ كونسامشن اقل والباور اعلى. انا كنت في الكربيتير مضطر هو الهواء داخل الهواء زاد هيزود الفيول معايا الهواء قل هيقلل الفيول معايا مفيش اكل كنترول عليه غير في حالات معينه بميكانيزمات جديده. لكن هنا انا بتحكم بالظبط انت عايز انهي لمبه عايز انهي اير تو فيول ريشيو وبالتالي عايز باور اكتر هتاخد الباور اكتر عايز فيول اكتر هتاخد الفيول اكتر وهكذا. وصل شباب؟ ايه تاني؟ قال لك الكربيراتور كان فيه مشكله بيتم خلط الهواء موجود فين؟ البنشوري فوق في الكربيراتير فوق وبعد كده الهواء بيمشي وبعد كده بيعدي على فرط البال وبعد كده بينزل بيتوزع على التيك مانيفولد ويتقسم على اربع صوامع. اللي انا قلت دلوقتي في مشكلتين في الكربيراتير الانجكشن لغاهم. ايه المشكلتين؟ رقم واحد سنترال فيدنج يعني تغذيه مركزيه في نقطه واحده. الخلط بيتم في نقطه ويتوزع على اربع اسطوانات. تقدر تضمن لي ان كل اسطوانه بتاخد بالظبط نفس كميه الفيول زي زميلتها؟ الحاجه الثانيه المشوار اللي الفيول بيمشي فيه من فوق لحد ما يوصل للاسطوانه كبير وده يعمل لك مشكله فين؟ في الكولد ستارت. الانجن لما يبقى بارد ومفروض ان الفيول ده اتبخر ممكن يتكثف ولو اتكثف فانت فقدت فيول. عشان كده دايما عربيات الكربيراتير يقول لك ايه؟ لازم تسيبها تسخن. لان لو ما سخنتش وانت مشيت بيها في جزء من الفيول بيتكثف معاك وبالتالي العربيه بتبطل منك. لكن دلوقتي عربيات الانجكشن لا انت في ناس بتسيبها تسخن بس مش ضروري. انت ممكن 10 ثواني بالكتير بس بيتاكد ان السنسور شغاله والكهرباء شغاله وممكن تتحرك بيها. مش لازم بس ما تقرصش بيها في الاول ولكن كده كده ايه؟ انت ممكن تتحرك بيها في مشكله. وصلت الفكره؟ يبقى ايه؟ مميزات الانجكشن اكل كنترول اكتر مفيش سنترال فيدنج التوزيع على الاسطوانات كلها المشوار اللي الفيول بيمشي فيه انا بحقن فين؟ فوق الاسطوانه على طول فوق الانتيك فالف فالمشوار اللي الفيول بيمشي فيه صغير فاحتماليه ان هو يتكثف اقل. اخر حاجه فاكرين الكربيراتير في حاجه اسمها الفلوت تشامبر غرفه العوامه دي اللي فيها الفيول وقلت ان العوامه وظيفتها ايه؟ تحافظ على مستوى الليكويد الفيول ثابت. طب تخيل معايا العربيه بتاعتي لو طالعه جبل الميه الفيول ده يحصل ايه في الفلوت تشامبر؟ هيرجع لورا. طب لو انا بسحب من تحت يبقى ارتفاع الفيول اللي قدام اللي فوقي قليل يبقى ضغط الفيول اللي بيخش اتغير. طب لو دي نازله جبل الارتفاع اتغير يبقى بيتاثر بايه؟ بالانكلينيشن بالميل بتاع العربيه. الانجكشن مش فارق معاك انت كده بتسحب الفيول وبترشه ان شاء الله العربيه تكون مقلوعه على ظهرها برضه هرش الفيول مفيش مشكله. بص يا شباب اتمنى تكون فهمت الكلام دوت عشان ما ترجعش ايه؟ ده انا كنت حافظها ونسيتها ده انا ما افتكرتهاش في الامتحان. وبرضه نصيحه عود نفسك اول حاجه بتعملها في الامتحان لما يجيلك سؤال تفكر فيه مش تفتكره كانت اجابته ايه. وصلت؟ في مشكله في الكلام ده؟ بصوا يا شباب طيب حضرتك عندك كام فيول سيستم في بلد السنه دي؟ ثلاثه كاربريتور كيجيترونيك الجيترونيك. ايه المطلوب مني عشان تبقى منظم الموضوع ما يتوهش منك؟
وفي حاجات شبهه وفي حاجات مختلفه، عشان ودايما اتعود النظر بالذات، النظر بالذات لازم تذاكره صح، مش لازم تراجعه صح، لازم تذاكره بالاول صح. مراجعته سهله وامتحانه سهل جدا. لو انت من الاول ما ذاكرتوش صح هتتبهدل في الامتحان وهتتبهدل في المراجعه بتاعتك. طب افضل طريقه ايه؟ تعود دايما في طريقه، معرفش مش بقول لك مش بنصحك مش في حصه التنميه البشريه، ولكن في طريقه اسمها مايند ماب، الخريطه الذهنيه. عندك توبيك اسمه الفلويد سيستم، في كام نوع منه؟ ثلاثه، كاربريتور، كيجيترونيك، الجيترونيك. قسمهم كيجيترونيك او كاربريتور او الجيترونيك. هبسط لك الموضوع، انت مطلوب منك ايه في الثلاثه؟ ثلاث حاجات، تعرف كل واحد شغال ازاي او بيتكون من ايه. كل واحد شغال ازاي او بيتكون من ايه؟ يعني مش هو المفروض بيخرج الهواء بالفيول؟ طب الهواء بيخش ازاي؟ طب الفيول بيخش ازاي؟ دي اول حاجه تعرفها عن كل واحد منهم. تاني نقطه، المين بروبرتي بتاعته بيعملها ازاي؟ الفانكشن الرئيسيه بتاعته هو ايه الفانكشن الرئيسيه؟ يدخل الهواء ويشوف الهواء دوت زاد يزود الفيول، الهواء قل يقلل الفيول. الوظيفه الرئيسيه دي بيعملها ازاي؟ الحالات الخاصه بيعملها ازاي؟ مين الحالات الخاصه؟ في الكولد ستارت انا محتاج فيول ريتش بيعمله ازاي؟ في الماكسيمم باور محتاج فيول ريتش بيعملها ازاي؟ الى اخره. وصل الفكره؟ يبقى انت مطلوب منك ايه؟ ثلاث حاجات دي. هتكلم على اول حاجه، هتكلم دلوقتي على مين؟ على الالكترونيك. الالكترونيك بيتكون ازاي؟ عايز اعرف سكه الهواء بتاعته وسكه الفيول بتاعه. ركز الموضوع، صدقني قلت لك ده ممكن يكون اخطر سكشن عملي بالنسبه لك خلال الترم كله او خلال السنه الدراسيه، ممكن خلال الميكانيك كلها. لان لو اي حد منكم عنده عربيه في البيت مع والده ولا حاجه، ممكن ببساطه يفتح الكابوت واللي انا بقوله لك النهارده تروح تشوف عربيه والده، بس ما تروحش المواد اللي قال لي عشان ما تبوظش حاجه وترجع تجيبها فيا. بص يا سيدي، تعالى نشوف سكه الهواء ماشيه ازاي في الالكترونيك. اول حاجه في الالكترونيك سكه الهواء اير فلتر. تفتكر ايه الهدف من الاير فلتر؟ هو ده بتحرقها منين؟ من الجو. فطبيعي ان ممكن تخش معاك ايه؟ اتربه، شوائب، حشرات، عصفوره، اي بي انت بتصحى من الهواء الجوي. لو انا فتحت الكبوت على العربيه في الالكترونيك، طب مبدئيا بس هو ايه الفرق بين الالكترونيك والكيجيترونيك؟ انا مش هشرح كيجيترونيك بس الاثنين انجكشن. هو الالكترونيك هو التطور بتاع الكيجيترونيك. الفرق اللي بينهم ان هو ايه؟ الميكانيكال كان كيجيترونيك كل وصلاته ميكانيكال، الالكترونيك الكترونيك. فلو جه سؤال تفتكر ايه ميزه الالكترونيك عن الكيجيترونيك؟ لو انا وصلت وصلات ان هي بقت الكترونيك ده هيعمل ايه؟ الريسبونس اسرع، الوصلات الديوربيلتي بتاعتها يعني فتره بقائها اطول. لان انت ممكن وصله ميكانيكيه يقول لك ايه بعد فتره تجلد، دي صدت، دي اتكسرت. لكن الكهرباء اشارات الكهرباء عمرها ما تصدي، عمرها ما تتاكل. وصلت؟ فدي ميزه الالكترونيك عن الكيجيترونيك. معلومه لحضرتك، الموضوع بدا بكيجيترونيك، بعد كده التطور بتاعه في كي دي، وبعد كده الكي اي الجيترونيك، وبعد كده ال ال اي ال ال اي دي، بعد كده الميترونيك الام الميترونيك الام اي ميترونيك الام اي بي ميترونيك. ممكن ده احدث حاجه. انتوا السنه دي هتاخدوا كيجيترونيك بدايه الانجكشن، الالكترونيك المرحله اللي حصل فيها طفره ان انا استخدمت الكترونكس وبروسيسنج يونت. الام ميترونيك ان شاء الله تاخدوه السنه اللي جايه مع دكتور نور في ثالثه ترم اولاني لو فضلتوا عايشين وقعدتوا ثانيه. الموضوع باختصار شديد انت بتعمل ايه طول الوقت؟ انا بلغي الميكانيكال اليمنتس واحط ليها ايه؟ الكترونكس عشان تبقى اسرع واعتماديه اكتر. حضرتك لو انت عندك فكره احدث حاجه وصلت للام اي دي ميترونيك، ده اللي هو كل حاجه فيها كهرباء. لو ربنا كرم حد منكم مثلا مش هقول لك ركبت بي ام دبليو لسه شويه، ربنا يكرمك 500 سنه ولا حاجه كده شغل تجيبه البي ام دبليو، لكن لو رحت مثلا اتدربت في مصنع بي ام دبليو في اكتوبر اللي هو بيصنع العربيه بيجمع العربيه الصح، هتلاقي مثلا الفئه السبعه او الفئه الخامسه ام اي دي ميترونيك. ده اللي هو ايه؟ كل حاجه في العربيه كهرباء. دواسه البنزين فيش الكهرباء بيوصلها وبعد كده بيحط الدواسه. دواسه الفرامل فيش الكهرباء بيوصلها ويحط الفرامل. الفتيس مش بقى نظام دراع وبدي غيار والكلام ده، حتى الاوتوماتيك ده في الاوتوماتيك عملت اوتوماتيك الفتيس بين انتس تحت بيغير حاجه بايده، لكن ده ايه؟ هو الفتيس صغير كده ومفيش الكهرباء. فرامل اليد نظام بقى فرامل يد وبتشد بايدك انت الواير فعلا، لا هو زرار قد بتاع الشباك كده ومفيش الكهرباء. كل حاجه بقت ايه؟ كهرباء. وصلنا ان هو دايركت انجكشن جازولين، دايركت انجكشن بيحقن جوه الصاله. سيبك منها، بس انا بقول لك ايه؟ لو حد منكم انترست ان هو يعرف التطورات بتاعه الفيول سيستم. وبرضه اكتر شركه شغاله في الموضوع دوت شركه اسمها بوش الماني. صناعه السيارات يا شباب على فكره صناعات تكميليه. يعني
مش معنى ان البي ام دبليو عربيه بي ام دبليو ان بي ام دبليو صنعها كلها في امريكا جنرال. لا ده هي بقى ليها تكنولوجيا معينه وفي حاجات شركات معينه في العالم بتصنعها. يعني ممكن تلاقي ايه شركه الانجن اللي بتصنع مثلا لفيات هي اللي بتصنع المتسوبيشي فور اكزامبل. شركه الفيول سيستم اللي هي بوش بتطلع الالكترونيك للمرسيدس والبي ام دبليو وللبورش وللاودي وكذا حاجه ثانيه. وصل الفكره؟ نرجع تاني لموضوعنا. هاجي اتكلم على الالكترونيك، فتحت الكابوت بتاع العربيه وعايز اعرف هو الكترونيك ولا كيش الكترونيك. هبدا بسم الله الرحمن الرحيم. تفتح الكابوت هتدور على فلتر الهواء. فلتر الهواء في الكربيراتير كان عامل ازاي؟ عمت الهواء طاسه الهواء بيسموها الاير هورن في نفس الكابوت. في الالكترونيك يبقى في الكورنر بتاع الكابوت علبه سوداء. العلبه السوداء دي هتلاقي ليها مخرجين. بص على العلبه السوداء هتلاقي مخرج من تحت وهتلاقيه لافف بضغط وجاي فين؟ في ظهر الجريل بتاعت العربيه. اي عربيه هتلاقي في وش الكابوت من قدام خالص في جريل الشبكه. الشبكه ديت لو دخلت من جوه شفت فلتر الهواء حددت مكانه وبصيت حواليها هتلاقي المسار بتاع دخول الهواء. هتلاقي ضغط صغير كده دايره او مستطيل ده الهواء بيخش منه ويلف يخش على الفلتر. يتنقل من الشوائب. وبعد كده امشي مع الفلتر بعد كده الخروج بتاعه هتلاقي ماشي بضغط او ماسوره في بطن الكابوت كده ولقيت كلكيعه باسم كبير وطالع منه فيش الكهرباء. ده اول عنصر قدامي وهو ايه؟ اير فلو سنسور. ده اللي بيسموه ايه؟ من اسمه ترجمه يا شباب. انا هحاول اقول لك الاسم العملي والاسم العلمي. حساس الهواء. ده ايه؟ حساس الهواء. من اسمه بيعمل ايه؟ بيقيس كمية الهواء، ليه؟ عشان يعرف أنت عايز باور قد إيه، إزاي؟ هو إيه اللي خلى الهواء يخش العربية ويعدي من الفلتر ويخش جوه الإنجن؟ سرعة الحرارة تخش من فتحة الدخول، لكن ده مش كفاية ده يخش جوه الإنجن. إيه اللي خلى الهواء مش عارف يخش المشوار ده كله؟ كده عامل فاكيوم. عامل فاكيوم فين؟ لما بتبص على الهواء أنت فتحت فين الفلتر؟ طب الفاكيوم نفسه جاي منين؟ عارف ان البيستون في السلندر مش في شوط اسمه شوط انتيك، في بيستون جوه نزل لتحت وعمل فوق باكيوم كبير سحب الهواء من بره خلى الهواء يخش لحد جوه في السلندر. طب بتحكم فيه ازاي بقى؟ عن طريق مين؟ ثروتل فالف، لغه صناعيه البوابه. حضرتك عايز باور كتير من العربيه بتدوس على الدواسه تفتح ثروتل فالف اكتر دخلت هواء اكتر. عايز باور اقل رفعت رجلك على الدواسه دخلت هواء اقل. اذا في علاقه ما بين الدكتور اللي هو اسمه باور ديموند السواق عايز ايه؟ باور قد ايه؟ ودخول الهواء. فلازم ما دام الهواء بيزيد وبيقل لازم اقيسه عشان اعرف لو الهواء زاد ازود الفول او الهواء قل اقلل الفول. مش انا قلت لك انت المفروض تعرف ثلاث حاجات؟ الكومبوننتس ومسار الهواء ومسار الفول. رقم اثنين المين فانكشن بتشتغل ازاي؟ ازاي بزود الفول مع الهواء او بقلل الفول مع الهواء. رقم ثلاثه لو في مود اوبريشن حالات مختلفه. نرجع تاني لكلامنا؟ دخول الهواء ده بيتم ازاي؟ الاير فلو سنسور المستخدم في الالكترونيك غالبا هو عباره عن سنسنج فلاب. يعني فلاب يعني ريشه بس معدن طبعا بتثبتها بيفوت بتثبتها في نقطه واحده. الهواء هو داخل بيعمل فيها ايه؟ بيرفعها ويعدي. طب الهواء لو زاد هيرفعها اكتر، الهواء لو زاد كمان هيرفعها اكتر كمان. طب انا هستفيد ازاي من الحركات ديت؟ بتونشيوميتر او ريوستات مقاومه متغيره. مركب عليه ريوستات او مقاومه متغيره. كل زاويه دوران هتديك اشاره مختلفه، فولت مختلف، مقاومه مختلفه يعني فولت مختلف. هيروح فين الفولت دوت؟ اهم نقطه بقى. هو اصلا الالكترونيك شغال ازاي؟ الموضوع باختصار حصل الاتي. ان هو قال لك انا هركب كارته في العربيه اسمها الاي سي يو. ده اللي هو الايه؟ البروسيسور بتاع العربيه. الفول لما يخش من الفول بامب بيعدي على الفول فلتر بيروح للفول انجكتور. طب الهواء؟ الهواء بيخش على الاير فلو سنسور. يبعت اشاره محترمه للاي سي يو خد بالك انا دخل لي هواء كتير، انا دخل لي هواء قليل. الاي سي يو يفكر يعملها انت في دماغه كده يفكر فيها. انت دخل لك هواء قد كده وانا متبرمج ان الاير فلو ريشيو 15 لواحد. يبقى انا ادخل واحد فول لكل 15 هواء يبقى اطلع فول قد كده. يبعت اشاره لمين هو؟ الفول انجكتورز، الانجكتورز رش كميه فول قد كده. بس كده؟
يعني الموضوع كده دايركت ريليشن، الهواء يزيد زود الفاون. قال لك لا، ما انت كده ما خدتش ميزه زياده. قال لك الاي سي يو مش بس بيعتمد على اشاره الهواء قد ايه، ده عنده شويه سنسورز ثانيه تبعت له اشارات ايه تكميليه. لا خد بالك ده الانجن بارد شويه، طب هزود له شويه فاول. لا خد بالك ده الانجن عايز فول باور، طب هزود لك الفاول، طب هقلل لك الفاول. خد بالك ده في عوادم زياده، طب هظبطها لك انا. وصل الفكره؟ فاللي بيتحكم في العربيه كله مين؟ كارثة. ودايما ده عنصر مهم في العربيه، ولو في مشكله بيبقى محتاجه تكلفه كبيره تتصلح، لان هي عباره عن الكترونيك سيرفيس. وصل شباب؟ ادلع السلامه. 5 جنيه. 5 جنيه؟ 1000 جنيه. بس ده كده تيست. نرجع تاني لموضوعنا. يبقى خلاص الاير فلتر دخل منه الهواء، عدى على السنسنج فلاب، اترفعت او قلت، وبناء عليه بعت اشاره للبوتنشيوميتر او الريستات، بعت اشاره للاي سي يو، عارف دخل لك هواء قد ايه. باشمهندس بس هي شكلها غريب ليه كده؟ هي عامله كده ليه؟ قال لك بص معايا، هو انا لسه قايل لك ايه اللي بيدخل الهواء؟ الانتيك، الفالف فتح، الهواء دخل. واثناء دخول الهواء، الهواء مبسوط وداخل الاسطوانه وفرحان بنفسه. على شكل من انواع النداله، هيحصل فيه في الفالف؟ هيقفل. خلاص ما انا خدت كميه الانتيك بتاعتي والفالف هيقفل. طب الهواء كان داخل كده وفجاه الفالف قفل، مش حاطه في ليميت؟ بيحصل حاجه اسمها ايه؟ ابسط حاجه مش موضوعنا دلوقتي، ما لسه ما خدتش الموتور هامر الى اخره الترم اللي جاي. ممكن بيحصل حاجه ايه؟ افكت بريشر ويف. الهواء كان ماشي كده وفجاه انت بدله فبيرجع تاني، موجه الضغط يحس بيه. طب نقطة الضغط وهي راجعة على السنسنج فلاب هتعمل فيها ايه؟ عايزة تقفلها، وفي هواء اصلا عايز يعمل ايه؟ يفتحها. فطول الوقت السنسنج فلاب عمال بتعمل ايه؟ بتتحرك معاك فلكتويشنز. ده معناه ان الاشارة اللي داخلة الاي سي يو مش منتظمة. فانا عملت ايه؟ عملت حاجة اللي هي ديت اسميها ايه؟ الكومبنسيشن فلاب. دي بتعمل ايه؟ بتعادل الموجات الضغط. ازاي؟ الهواء لما يرجع كام موجات هيأثر هنا ويأثر هنا. لما تعملها كومبوننتس اوف كراسي هتلاقيهم بيعملوا ايه في بعض؟ بيلاشوا بعض. وصل الفكره؟ يبقى ايه وظيفه الكومبوننتس فلاب؟ ان هي تلاشي الافكت بتاع البريشر ويفز اللي راجعه، علشان السنسنج فلاب تتحرك ليه؟ بسبب الهواء بس. الهواء دخل بعد كده على ثروتل فالف. طب لو ثروتل فالف مقفول؟ باي باص. باي باص ياخد الهواء من قبل ثروتل فالف يرميه بعد ثروتل فالف. الهواء يكمل لحد دلوقتي كده هواء بس، يجي على الانجكتور دوت الفيول. الاي سي يو بعت اشاره للانجكتور، يا انجكتور رش كميه فيول قد كده علشان الهواء بتاعك كده. وصلت يا شباب؟ كده عرفت سكه الهواء؟ تعال نبص سكه الفيول عامله ازاي؟ خلاص عرفت ان الفيول بيروح من الفيول بامب للفلتر للانجكتور. طب في الانجكتور بيروح ازاي؟ قال لك ببقى مركب حاجه اسمها كومن ريل. كومن ريل دي عباره عن ايه؟ ماسوره خارج منها الاربعه انجكتورز المختلفين. خارج منها الايه؟ الاربعه انجكتورز المختلفين. طب باشمهندس هو كل انجكتور من دول عباره عن ايه؟ قال لك كل انجكتور من دول يا شباب يعتبر عن حاجه اسمها سولونويد فالف. سمعتها قبل كده؟ بيفتح ويقفل باشارات كهربائيه. الله ينور عليك. هو اصلا الانجكتور مطلوب منه ايه؟ الانجكتور ده عباره عن ديفايس فيه نزل او فيه اورف صغير او فيه فتحه صغيره الفاول بيخش فيها بضغط عالي. لما النزل ده يفتح او لما الانجكتور يفتح يترش. هو انت عايز ترش الفاول بضغط جوي ولا اعلى؟ اعلى شويه. ليه؟ تخيل معايا الاتي. هو لازم يكون ضغط الفاول بيترش فين الاول؟ الفاول بيترش في الانتيك مانيفولد في المنطقه اللي داخله على الانتيك فالف. بيترش بضغط اعلى من الضغط بتاع الانتيك مانيفولد ولا اقل منه؟ اعلى. لازم اعلى عشان يتحرك، مش بس اعلى بحاجه صغيره، مقدار شويه كويس عشان يحصل له ايه؟ سبراي اتوميزيشن. انت عندك الفاول ينفع يطلب الهواء وهو ليكويد؟ لا، لازم يتبخر. هيتبخر ازاي؟ بكسره الاول اتوميزيشن سبراي يتبخر يختلط بالهواء. وصل الفكره؟ الانجكتور عباره عن سولونويد فالف. يعني ايه سولونويد فالف؟ كلمه سولونويد فالف هتسمعها كتير. سولونويد يعني كويل ملف بديله شويه كهرباء. لما يديله شويه كهرباء بيحصل فيه ايه؟ بيتمغلط. الندل اللي قافله الفالف نتيجه قوه المغناطيس دي تتسحب لفوق، فالفيول يخرج من الانجكتور من تحت. وصل الفكره؟
خلاص كميه الفوت خلصت اللي انا عايزها. هعمل ايه؟ افصل اشارة الكهرباء. المغناطيس هي فصل في سبرنج ترجع لك النزل تاني مكانه. وصل الفكره؟ يبقى مين اللي بيتحكم في كميه الفوت؟ طول زمن اشارة الكهرباء. اللي بيتحكم في كميه الفوت انجكت فيول هو مين؟ طول زمن اشارة الكهرباء. والله الاي سي يو بعت اشاره اطول يبقى كميه الفوت رش اكتر. الاي سي يو بعت اشاره قصيره يبقى كميه الفوت رش صغيره. وصلت يا شباب؟ يبقى المتحكم مين؟ هو الاي سي يو. لا يا باشمهندس في مشكله عندك. ايه المشكله؟ قال لك مش الفيول هي اللي هو دي ضغط؟ اه وبيترش في الانتيك مانيفولد اللي هي ليها ضغط برضو. طب ما لو ضغط الفوت انا فتحت الانجكتور 5 مللي سكند المفروض كميه الفيول تترش كميه معينه. طب انت ممكن تفتح الفيول مرتين 5 مللي سكند والكميه في المرتين مش ثابته؟ اه ممكن في حاله واحده لو الضغط اللي هنا مره كان كبير ومره كان صغير. يعني مثلا لو الضغط هنا مره 5 بار وفي مره ثانيه بقى 12 بار تفتكر كميه الفيول اللي تترش خلال نفس الفتره الزمنيه ثابته؟ لا. طب العمل ايه؟ وانت عايز مين يتحكم في كميه الفيول؟ الفتره الزمنيه. يبقى لازم اعمل تحسين ميزه البريشر. يبقى لازم اثبت الدلتا بي ما بين الانجكتور والانتيك مانيفولد لازم يكون الدلتا بي كونستنت. الكلام ده بتعمله ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها البريشر ريجيليتور. عباره عن ايه البريشر ريجيليتور؟ هتسموه لك تاني بشكل اكبر عشان تكون واضحه شويه. انت ايه مطلوب منك؟ انا عايز يكون الدلتا بي كونستنت ما بين الانجكتور فيول الانجكتور وما بين الانتيك مانيف. قال لك انا هعمل بشر جليتر. ده عباره عن ايه؟ عباره عن ديفايس مقسوم بدايفرام. عارفين دايفرام يعني ايه؟ حاجه مرنه. مقسوم بدايفرام لنصين. التشامبر اللي فوق متوصله بالانتيك مانيف وفيها ضغط مين؟ الانتيك مانيف. التشامبر اللي تحت متوصله بالفيول ريل وفيها ضغط مين؟ الفاول. الدايفرام دوت فاصل بين الاثنين وبعض، فطبيعي لو الضغط بتاع الفاول اكتر الدايفرام ده هيتزق. هعدله ازاي؟ عن طريق سبرينج. انت عايز فرق الضغط ما بين الانتيك مانيفولد والبريشر قد ايه؟ عايز الدلتا بي 5 بار. يبقى اجيب سبرينج قوتها قد ايه؟ 5 بار. دلوقتي الدايفرام بيأثر عليه من تحت ضغط الفاول وبيأثر عليه من فوق مين؟ ضغط الانتيك مانيفولد والسبرينج 5 بار. فطول الوقت لما يكون دلتا بي كونستنت 5 بار الدايفرام يتحرك. طب انا حصل ان الفيول راح زياده. طب ايه اللي هيخلي الفيول زياده؟ قال لك هو فعلا البامب بتاعت الفيول محتاج ان هي ترش او تضغط الفيول بزياده شويه عشان يتاكد طول الوقت في الفيول بكفي. طب الفيول لما يجي ضغط زياده شويه يا شباب الضغط هنا هيعلى هيتغلب على ضغط مين؟ سبرينج. هتلاقي الدايفرام عمل ازاي؟ فتح. الدايفرام لما يفتح كان في عندك هول اللي هي بالاحمر دي موجود. لما فتح الهول دي ظهر. الهول دي بتعمل ايه؟ بتاخد الفيول ترجعه تاني للتانك. طب هنا فيول ضغطه زياده. في جزء منه رجع للتانك، هيحصل ايه في الضغط بتاعه؟ هيقل. لحد امتى؟ لحد ما يوصل الضغط دلتا بي 5 بار، ساعتها هيرجع تاني للدايفرام يقفل الهول دي تاني. وصلت الفكره؟ ده اسمه ايه؟ بريشر ريجليتور. مهم قوي تعرفه وتعرف وظيفته عامله ازاي. في اي مشكله في الكلام ده؟ يبقى الهدف من البريشر ريجليتور ان انا اثبت الدلتا بي. طب ليه اثبت الدلتا بي؟ عشان اخلي الحاجه الوحيده اللي بتتحكم كميه الفيول إشارة الـ ECU. في حد عنده مشكلة في الكلام ده يا شباب؟ بالنسبة للـ 5 بار دي بس مثال ولا؟ لا تقريبا 5 بار فقط. مش 1 من 10؟ 1 من 10 بار؟ هو البامب كانت 5 بار
ماشي. لو واحدة بتقول هتاخد واحدة من 10 بقى؟ واحدة من 10 بقى يا شباب. نرجع تاني للموضوع ده. آخر السكشن في مشكلة في الكلام ده؟ أول حاجة عرفت الكومبوننت بتاعت الإلكترونيك سكة الهواء سكة الفيول. إن شاء الله رب العالمين هنزل لكم بوست فيه فيديوهات وأنيميشن وفي حتى فلاش بلاير كده لحركة الهواء والفيول في المسارات المختلفة ككيجترونيك وكإلكترونيك. عرفت الوظيفة الرئيسية بتتم إزاي؟ إيه الوظيفة الرئيسية؟ الهواء لما يزيد الفيول يزيد معاه إزاي؟ الهواء لما يزيد الإيد فلو سنسور هيحس إن الهواء زاد يبعت إشارة للإي سي يو، الإي سي يو ياخد أكشن إن هو يزود خطة الإنجكشن. الهواء يقل العكس صحيح. طب الوظائف الاضافيه؟ قال لك في حاجه اسمها المود اوبريشن. كولد ستارت، ايدلنج، لو سبيد، اكسلريشن. حطوها في الكابينه بالتفصيل المفروض. الكلام ده بيتم ازاي؟ قال لك لا ده الموضوع اسهل بكتير. اسهل من الكيجترونيك واسهل من الكالبريتور لان حضرتك عندك ايه؟ كارثه بتفكر. قال لك كل ما فهم الموضوع ان انا محتاج شويه سنسورز اضافيه تتحط معاك عشان تساعدك انك ايه؟ ريكوجنايز المود اوبريشن. تعرفه. زي ايه؟ انجن تمبريتشر سنسور. ده بيظبط بيعمل ايه؟ انجن تمبريتشر سنسور اكيد ان هو بيحس بحراره الانجن. طيب محطوط فين او موجود فين؟ في ميه التبريد. اللي هي فين ميه التبريد؟ في الووتر جاكيت. حوالين الاسطوانات في حاجه اسمها ووتر جاكيت قمصان الميه. فيها السنسور بتاع التمبريتشر. يبعت اشاره للاي سي يو بحراره الانجن. هتستفيد من حراره الانجن دي بتظهر عندك في التابلو. الانجن بارد. لا ده زود الفيول شويه، انا عايز ريتش. ليه ريتش؟ عشان يعوض الجزء بتاع الكوندنسيشن. الانجن بقى ورمنج اب بدا يسخن، طب قلل الفيول شويه. الانجن بقى نورمال اوبريشن او ستيدي ستيت، خلاص رجع الفيول تاني زي الاول لين. ايه تاني؟ انجن سبيد سنسور. ايه تالت؟ في سويتش التروتل بالب سويتش. ده موجود فين؟ على التروتل بالب. دلوقتي التروتل بالب لو فولي كلوزد هبعت اشاره للاي سي يو ان هو فولي كلوزد. لو بارشلي اوبن مفتوح شويه هبعت اشاره للاي سي يو ان هو مفتوح شويه. لو مفتوح على الاخر هفتح اشاره للسي سي يو ان هو فولي اوبن. ايه تاني؟ في حاجه اسمها اللامدا سنسور. ده موجود فين؟ في سكه الشكمان. حساس الشكمان. سمعت عنه قبل كده؟ حساس الشكمان ده اللي هو ايه؟ اللامدا سنسور. اللي موجود في سكه الشكمان ده بيعمل ايه؟ ده بيعرف الاكسجين كونسنتريشن. ده اللي بيعرف ال ايه التفاعل شغال قد ايه؟ ده اللي بيعرف الايميشن طالعه كويسه ولا وحشه، ولو وحشه يخلي الاي سي يظبط الحرق بتاعه. في حاجه كمان نوك سنسور. ده بيقيس الفايبريشن بتاع الانجن. لما يزيد يبعت له اشاره بيحصل نوكينج، خد بالك ظبط ميعاد الانجكشن عشان النوكينج ما يحصلش. فلو جيت سالتك دلوقتي ازاي الاي سي يو بيعرف ان الانجن كولد ستارت؟ من انهي سنسور؟ تمبريتشر سنسور. طب ازاي الاي سي يو يعرف ان انت ايدلينج؟ من التروتل بالب سويتش هيبعت له اشاره ان هو ايدلينج. طب ما جايز ان التروتل بالب سويتش مقفول لان العربيه مبطله اصلا. والانجن سبيد سنسور. الانجن شغال وفي نفس الوقت التروتل بالب مقفول. طب يعرف منين ان هو ايدلينج ولا ايدلينج وكولد ستارت؟ يبقى اشاره من اشاره الحراره واشاره بتاعت التروتل بالب سويتش. وصل يا شباب؟ فهمت الموضوع؟ صعب؟ كده احنا طبعا خلصنا الالكترونيك. هنشوف الموديل بتاعه طبعا، بس محتاجين بسرعه ناخد الجهاز تربن نخش فيه. كولد ستارت تاني ايه؟ معرفه ازاي؟ انجن تمبريتشر سنسور هيبعت اشاره للاي سي يو ان حرارته بدات. هو محتاج يزود فوز. كويس انك سالت السؤال ده. طب يا باشمهندس هو الاكشن اللي بيتاخد بيه عباره عن ايه؟ في كولد ستارت عرفت ان الانجن بارد هتعمل ايه؟ هزود الفوز. قدامك حل من الاثنين. قدامك حل من الاثنين. كده كده الاي سي يو هو بيتحكم في مين؟ في الانجكتور. فممكن يزود زمن الاشاره لكل الانجكتور فزود الفيول. او في حل ثاني ودوت موجود في الموديل عندنا. في حاجه اسمها كول ستارت انجكتور او كول ستارت فالف. ده عباره عن ايه؟ انجكتور خامس موجود فوق في الانتيك مانيفست. لما الاي سي يو يحس ان الانجن بارد يخلي الانجكتور ده ايه؟ يرش الفيول للاسطوانات كلها. الفترة بتاعت الكولد ستارت لحد ما يخلص وبعد كده يوقف خالص. في مشكلة في الكلام ده؟ أربعة. إيه هي الجاز تربن؟ الجاز تربن هي عبارة عن كومبشن إنجن. إنترنال كومبشن إنجن
غالبا تعتبر انترنال كومباشن. لو تفتكر اول سيكشن خالص في السنه قلت لك يعني ايه انترنال كومباشن انجن واكسترنال كومباشن انجن. لو نفس الديفايس بتاعك بيحصل فيه كومباشن وانجن يعني حركه يبقى انترنال كومباشن. لو بيحصل كومباشن في مكان والحركه في مكان تاني فاكسترنال كومباشن. زي مين؟ البويلر بيحصل فيه حريق لكن التربينه بتطلع الحركه لوحدها فيعتبر اكسترنال كومباشن. نرجع تاني لموضوعنا. الجاز تربين هي عباره عن ايه؟ قال لك ده انترنال كومباشن انجن بيستخدم عشان يولد الحركه. طبيعي. يعني زيه زي الديزل انجن والجازولين انجن لا في اختلاف بينهم بعض. ايه الاختلاف؟ اول اختلاف جوهري بينهم بعض ان الانجنز خدناها دي اسمها ايه؟ ريسبريكيتنج انجن. حركه تردديه. لكن دوت يعتبر ايه؟ كونتينوس كومباشن انجن. شغال وبيطلع حركه دورانيه على طول. طب ايه الابلكيشن بتاع الجاز تربين؟ الافيشن طيران. سواء طيارات سواء جيت انجن، طيارات بدنيه، طيارات حربيه، ان شاء الله رب العالمين كورسات تحت الترم الثاني تاخد مواد الجاز داينامكس تعرفوا التفصيل الجيت انجن انواع مختلفه ايه. تطبيقات ثانيه بيستخدم كبرايم موفر للتطبيقات اللي محتاجه حركه كبيره او باور كبيره. يعني ايه برايم موفر؟ يدور بام. الناس اللي ورا سامعين؟ يدور بام، يدور كومبريسور. عندك وليكن مثلا خط الغاز اللي بيوصل غاز لحد اسوان للقاهرة في كومبريسور ستيشن واحدة بس في دهشور. كومبريسور عارفين كومبريسور يعني ايه؟ هو اللي بيضغط الغاز. افتكر الكومبريسور ده حجمه قد ايه؟ حاجة محترمة. بيضغط الغاز لحد اسوان 960 كيلو. بياخد باور قد ايه؟ باور محترمة. مين بيدوره؟ جاز تربين. عندك مثلا بامب زي بتاعة سومن بياخد من البحر الأحمر لحد البحر المتوسط. اللي بيدورها جاز تربين. وصل الفكرة؟ بيستخدم في بعض البروبالشن كمراكب. اللي ممكن ربنا يكرمكم إن شاء الله ويخش جيش. البحريه هيطلع على مراكب ويشوف ان في بعض المراكب الرقاص بتاعها اللي شغاله مين؟ جاز تربين. فهي لها تطبيقات كتير قوي. طيب بتتكون من ايه؟ انا قلت خدتها قبل كده. كومبريسور بيضغط الهواء. انت عشان يحصل حريق محتاج ايه؟ هواء وفيول وحراره. الكمبريسور بيضغط الهواء بيبقى ضغطه عالي وحرارته عاليه بيخش معاه الفيول في سبارك في الاول يحصل حريق في الكومبشن تشمبر. الحريق يطلع عنه غازات ليها باور عالية أو ضغط عالي أو انفصال عالي هتخش على تربينة. التربينة بتعمل إيه؟ بتدور بتلف. التربينة لما تدور بتعمل إيه؟ حاجتين. التربينة مطلوب منها حاجتين. تدور الكمبريسور لأن الكمبريسور محتاج باور عشان يتحرك وبديهي جدا أنت مش عامل جهاز تربينة عشان يديلك باور وتروح تجيب الكمبريسور باور من بره فبتاخد باور من التربينة وبنسبة محترمة. بياخد تقريبا قد ايه؟ تلتين. والباقي بيطلع على الاوت بوت شافت للتربينه. اوصله بقى على جنريتور يولد كهرباء. اوصله على كومبريسور او بامب يدور يشتغل حاجه ثانيه. وصل الفكره؟ يعني الكومبريسور بياخد قد ايه باور؟ تلتين. ممكن يزيد شويه عن تلتين؟ ممكن يوصل 100%؟ ممكن يكون ممكن اجيب تربينه تشغل الكومبريسور. ممكن يوصل 100%. يعني انت التربينه مشغله الكمبيوتر بس؟ ايوه. بس في المقابل بتسيب الغازات طالعه من التربينه لسه جواها طاقه. تعديها على نوزل، عارفين نوزل يعني ايه؟ هتعدي من النوزل بسرعه عاليه. تعمل حاجه اسمها ايه؟ ثراست. عارف البالونه؟ انفخ بالونه سيبها هتطير. ليه هتطير؟ لان الغازات اللي جوه ضغطها عالي وطالعه من فتحه صغيره بسرعه كبيره فبتعمل قوه ثراست. دي فكره الجيت انجن هنشوفها مع بعض. دي فكره الروكت الصواريخ. واصل الفكره؟ طيب الكومبوننتس عرفت كومبريسور كومبشن تشامبر تربت. قبل الكومبريسور في حاجه اسمها ديفيوزر. لو انا شغال على انجن في حاجه اسمها ديفيوزر او الراكنه في الموديل بتاعي. سيبك من الديفيوزر دلوقتي وخش على الكومبريسور. الكومبريسور بيعمل ايه؟ بيرفع الضغط بتاع الغازات اللي داخله. طب الكومبريسور نوعه ايه؟ قال لك في منه نوعين. سنتريفيكال كومبريسور واكسيال كومبريسور. اكسيال يبقى على نفس الاكس الفلو بيدخل يتضغط بالريش يطلع ناحية تانية. سنتريفيكال كومبريسور او سنتريفيوجال كومبريسور بيدخل اكسيال وبيطلع راديال اتجاه الريليس. بيدخل اكسيال يطلع اتجاه الريليس. ان شاء الله رب العالمين في رابعة هتاخد بقى السنتريفيكال بامب والاكسيال بامب والسنتريفيكال كومبريسور والاكسيال كومبريسور بالتفصيل. السنتريفيكال كومبريسور بيستخدم تقريبا غالبا في الابلكيشنز الصغيره التطبيقات الصغيره. الاكسل في الكبيره.
بيبقى صف واحد من الريش او صفين او ثلاثه او اربعه او 10 او 20. وان شاء الله رب العالمين برضه هنزل لك فيديوهات وانيميشن تشوف شكلهم وهم بيتحركوا عاملين ازاي. اللي منكم تابع شفت المحطه بتاعت بني سويف بتاعت الكهرباء؟ اكبر محطه بيقول لك اكبر محطه مركبه في مستوى الشرق الاوسط هي كبيره محطه الكهرباء بتاعت بني سويف. سيمنز المعارضة اتفرج على شكل الجهاز التربي كانت عامله ازاي. هو كومبوننت كده على بعضه بيجي 20 صف ريش كومبريسور وبعد كده كومبشن تشامبر وبعد كده يجي 20 صف ريش التربينه. التربينه بيبقى فيها منها فيكسد بليد في منها ايه؟ روتيتنج. خدت الترم التاني الاولاني صح؟ خدت الكلام ده؟ الترم اللي جاي لسه؟ الترم اللي جاي هتاخد الريش بالتفصيل. طب برضه هو التربينه عباره عن ايه؟ انتوا عارفين الفرق بين الكومبريسور والتربينه ايه يا شباب؟ تقريبا هم نفس نفس الشكل او نفس الفكره. الفرق ايه؟ الكمبريسور بيخش له هواء وانا هو بيتحرك انا بحركه فبيضغطه. التربينه بيخش لها غازات مضغوطه هي بتتحرك وبتطلع الناحيه الثانيه. عارف مروحه البيت اللي هي مروحه الحيطه مثلا دي بتشتغل ايه؟ الاثنين. لو انا مدور المروحه دي بالكهرباء فهي شغاله كده ايه؟ كومبريسور اكسل كومبريسور هو بيخش من ورا بتضغط. لو المروحه انت واخدها معاك في العربيه وطالع بيها صلحها مثلا وسبتها تطلع من الشباك هتلاقي المروحه تعمل ايه؟ بتلف. ليه بتلف؟ الهواء دخل عليها هو بيلففها. فدي تربينه. التربينه نفس الكلام في منها راديال تربين او في منها اكسيال تربين. التربينه في حد ذاتها يا شباب بتلف ازاي؟ كل ريشه من ريش التربينه اكسيال تربين ديت عباره عن ايرو فويل. سمعتوا الكلمه دي قبل كده؟ انا اسف بس الصبوره ما بتكتبش. الايرو فويل ده عباره عن ايه؟ زي جناح الطيارة. هو ايه اللي بيخلي الطيارة تطير؟ بيأثر عليها أربع قوى. وزنها بيقابل قوة ليفت. سبب الليفت شكل الجناح. إن الضغط تحت الجناح أعلى من الضغط فوق الجناح فبيرفع الجناح. نفس الكلام ريش التربينة. الضغط في جهة بيبقى أعلى من الجهة التانية فبيعمل فيها إيه؟ يزقها. طب أنت عندك 100 ريشة فكلهم بيتزقوا فبيعملوا في الصف كله يدور التربينة وهكذا. تمام؟ ده كده التربينة. امال انت عايز تتاكد على مين بقى؟ قال لك الجديد بقى بالنسبه لك هو الكومبشن تشامبر. بتتكون من ايه الكومبشن تشامبر ديت؟ قال لك الكومبشن تشامبر دي عباره عن كيسنج. انا بيبقى عندي الكمبريسور بيضغط الهواء بيخش على الكومبشن تشامبرز متوزعه على المحيط بتاع الانجن ويخش بعد كده على التربينه. الكومبشن تشامبر دي عباره عن كيسنج خارجي. ده كده ايه؟ كيسنج خارجي. الهواء بيدخل في الكومبشن تشامبر جاي من الكمبريسور بسرعه عاليه وضغط عالي. اول حاجه هيقابلها في الكومبريسور تشامبر ديفيوزر. يعني ايه ديفيوزر؟ بكبر الاريا عشان اعمل بسرعه اقلل السرعه. ليه؟ عشان ما يحصلش ايه؟ بلو داون او بلو اوف وانت فيش اللاعب بتاعه. وبعدين قال لك الكومبريسور تشامبر دي جواها حاجه اسمها اللاينر. اللاينر ديت كانك صوره خارجيه وصوره داخليه. بيحصل ايه بقى يا شباب؟ قال لك اللاينر ديت متقسمه ثلاث مناطق. برايمري زون، انترميديت زون، ديليوشن زون. برايمري زون دي اللي بيحصل فيها بدايه الحريق. الفويل بيترش جواها وبيبدا الحريق بتاعي وبيقعد قدام الفويل حوالي الهواء تقريبا 20%. 20% من الهواء بيخش في المنطقه دي وبيعمل خليط. الارتكوريشن تقريبا بواحد وبيحصل جوه الخليط الحرق بتاعي. مش مهندس يعني مش كل الهواء بيخش يتحرق؟ لا 20% منه بس. وبعدين ال 80% راحوا فين؟ طلعوا من بره. وبعدين في الانترميديت زون 30% يخشوا تاني. هيعملوا ايه 30% في الانترميديت زون؟ يكمل الحريق لو لسه ما كملش ويزود الماس فلو ريت. امال ال 50% هيخشوا في اخر منطقه اللي اسمها ايه؟ ديليوشن زون. طب ليه يا باشمهندس؟ تعال نفكر مع بعض. هو الاير تو فور ريشيو يا شباب، اير تو فور ريشيو محرك البنزين كام تقريبا؟ 15 لواحد لو هي استشيومتري. الفلابيلتي ليميت كلها من كام لكام؟ من 8 ل 18 صح؟ انت عارف الاير تو فاير ريشيو في الجاز تربن بكام؟ من 50 ل 150. رقم كبير جدا صح؟ يعني 150 هواء خش قدام واحد بس فاول؟ ايوه. ليه بقى؟ قال لك اولا اكبر ليميتيشن عندي هو انت الكمبريسور كل ما يضغط الهواء اللي داخل اكتر مش احسن بالنسبه لك؟ بس انا عندي ليميتيشن. ايه الليميتيشن؟
اللي بعد الكمباستر تشامبر فيه مين؟ تربينه. والغازات طالعه من حريق حرارتها عاليه، لو ضغطت عليها التربينه اللي معموله اير فويل ديت بحراره عاليه هتعمل فيها ايه؟ هتبوظها. ليش التربينه بتلف بسرعه كبيره جدا ودخل عليها غازات بحراره عاليه هتبوظ. فاكبر ليميتيشن بالنسبه لك مين؟ حراره اللي بتستعملها البليد بتاعه ليش التربينه. ويمكن ساعات انا ببرد الريش من جوه، بعمل جوه مجاري هواء او ميه عشان تبرد الانجن اللي هو الريش نفسها من جوه. طب يا باشمهندس انا ليه بشتغل ب 150 اير فويل ريشو؟ قال لك المشكله بالنسبه لك اللي يفرق ده عن الجازوين انجن ده اسمه ايه؟ كونتينيوس كومبشن انجن. يعني ايه كونتينيوس كومبشن؟ يعني الحريق اللي بيحصل هنا شغال وانس ان انا بداته ان شاء الله يقعد شهر شهرين ثلاث شهور شغال طول الوقت. وبالتالي انت لو عندك كومبشن شغال طول الوقت ومش عارف تبرده هيحصل فيه ايه؟ الانجن هيبوظ معاك. غير البنزين والديزل، البنزين بيحصل حريق بتاعه في نقطة معينة يحصل حريق ويرجع اكسبانشن ويبرد ويرجع يسخن تاني. وصلت الفكرة؟ فأنا ليه محتاج الهواء الكتير دوت عشان أبرد الإنجن؟ طب باشمهندس طب ما في حاجة تانية. طب ما أنت كده دخلت ال 20% سلك حرارة في الأول. ليه دخلت الباقي؟ 80%؟ احنا قلنا عشان نبرد. بس كده؟ قال لك ما أنت خد بالك من حاجة، هو إيه اللي بيحرك التربينة؟ الهواء اللي داخل عليه أو الغازات اللي داخلة. ما انت ال 80% دول اللي دخلوا ما ترموش. ما هم دول اللي عملوا ايه بعد كده؟ اللي حركوا التربينه. الام دوت اللي دخلت على التربينه لما تزيد يبقى هتتحرك اكتر وهتطلع باور اكتر. وصلت الفكره يا شباب؟ فهمت الموضوع؟ مش كده السرعه قلت؟ كده السرعه قلت؟ سيبك من السرعه عشان انت ما تبقاش احسن السرعه دلوقتي. سيبك من السرعه، انت بتتكلم عن الانفلت. التربين ان شاء الله الترم اللي جاي في جهاز الثيرمو السرعه كانت انفلت. بعد كده في جهاز الناس بقى تعرف يعني ايه بريشر ويعني ايه سرعه، تفرق معايا ازاي؟ تمام يا شباب في كلام مشكله في الكلام ده؟ طب يمكن اجي خلاص الفيديو كامل يس؟ اخر حاجه بس الكومباشن تشامبر ديت ليها اشكال مختلفه. عباره عن ايه؟ اللي قدام حضرتك دوت بسميه مديول واحد. موجود منه كام واحد في الانجن؟ كذا واحد. الكمبريسور في الاول بيضغط الهواء، تخيل معايا. المديول ده كده موجود منه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية على المحيط بتاع الإنجن من بره ومتكرر كل واحد دول إيه؟ شبه بعض بالظبط. النوع ده بسميه إيه؟ كان طيب. كان طيب يعني إيه كان؟ يعني الإنجن بتاعك فيه مديول أهو مقفول، كل مديول منهم بيخش له برايمري إيه في النص وبعد كده الإنترميديت والديليوشن اللي حواليه وهكذا. دايرة 2 3 4 5 6 7 8 مثلا وكل واحد في النص فيه ايه؟ فيول انجكتور وكل واحد جواه لاينر وحواليه كيسي. ده كده مين؟ كان. عارف كان ايه؟ ده ايه الصفيح كان؟ جم فكروا قال لك ايه؟ طب دلوقتي انت عندك اللي بيخش هنا برايمري اير واللي بيخش هنا ايه؟ السكندري اير اللي هو الانترميديت والديليوشن. طب ما انت فاصلهم عن بعض ما تيجي نجمع الكيسنج بتاع الاسطوانه دي مع دي مع دي مع دي مع دي مع دي. تخيل المنظر. انا عملت ايه؟ ثم كانوا 8 دوائر منفصلين والثمان دوائر دول كل دايره فيها جواها دايره ثانيه اللي هي اللاينر. انا جيت الدوائر الخارجيه دي فتحتهم على بعض. ده بسميه ايه؟ كان لان اللاينر جوه منفصلين انيولر لان الخارجي مفتوح كله على بعض. وصلت الفكره دي؟ طب ده احسن ولا اوحش؟ مفيش حاجه ما احسن ولا اوحش، كل واحد ليه مميزاته وعيوبه. ايه مميزاته؟ تفتكر الكان كانوا متصلين كل مديول في الكيسنج واللاينر، كيسنج واللاينر، كيسنج واللاينر. والكان انيولر اللاينرز منفصلين لكن الخارجي مفتوح كله على بعض. ايه الميزه اللي في النوع الثاني؟ اقدر اشغل لا كله شغال مع بعض. بس اكيد الوزن اقل، التقل بتاع الانجن اقل، بس في المقابل ما بضمنش ان الهواء يتوسع بالتساوي على الثمان كومباشن شيب. النوع الثالث انيولا. النوع الثالث يا شباب انيولا. لحظه واحده معلش. Thank you.
بص يا شباب مش بس اي منظر دوت الكان تايب انجكتور في كل واحد من دول لاينر في كل واحده من دول كيس في كل واحد من دول هم كلهم بيقعدوا راس الهواء بس انا مقسمهم ليه؟ عشان يبقى توزيع يونيفورم حوالين الايدج كله يبقى التربيع داخلها الفلو على المحيط كله بنفس التساوي تخيل المنظر كده تخيل دي خلاص انا لفيت عشان تقسمها كويس ده كده الكان تفتكر الكان انيول عمل ايه؟ قال لك مش كده كده يخش هنا 20% اللي هو البرايمري وده بيخش له 80% طب ما تيجي نفتح دول على بعض واسميه ايه؟ كان انيولا اللاينر بتاع ده متفصل عن ده عن ده لكن الكيسنج مفتوح على بعض النوع الثالث تفتكر اسمه ايه؟ ده دوت كان كان بعد كده كان انيولر وبعد كده انيولر بس عمل ايه في الانيولر بس؟ فتح اللاينر على بعضها وفتح الكيسنج على بعض فكان انت عندك ايه؟ سبونتين جوه بعض كل هم اللاينرز كلهم مفتوحين على بعض سبونتين تانيين جوه بعض اللي هو الكيسنج مفتوح على بعض وصل الفكره؟ في مشكله في الكلام ده؟ اخر حاجه في نوع من الكومبشن شامبا اسمه سايدو تايب السايلو دوت اللي هو ايه بيستخدم في الهيبي فيول فيول لما يكون تقيل بخلي الكمبريسور يودي للكمبريسور تشامبر بعيد شويه عن التربينه وبعد كده يطلع تاني على التربينه علشان لو فيول تقيل في شوايب تقيله ما تخشش على جهاز تربينه على طول في حد عنده مشكله في الكلام ده؟ هنقسم نفسنا علشان نشوف المودلز لسه معانا وقت في السكشن فلو سمحت نساعد بعض عشان كلنا نشوف كل حاجه الناس اللي قاعده تفضل زي ما هي الناس اللي قاعده تفضل زي ما هي الناس اللي واقفه بس ورا هي اللي هتبدا تنفذ وممكن يبقى في على الجنب يجوا معايا لو عايزين لو سمحت يا شباب انا هقسم الشرح على 3 مرات تقريبا فكله هيشوف والناصح بيقعد في الاخر عشان يبقى العدد اقل فمش محتاج ايه نقعد زحمه الودان دي ايه؟ جاز تربت قلنا ان في كومبوننتس اساسيه للجاز تربت بتاعته كومبريسور كومبشن تشامبر تربت ممكن نشوف الكومبوننت ديت فين دلوقتي على الموديل قدامي اللي يعرف حاجه ايه فايبر فين الكمبريسور؟ ده الكمبريسور؟ ده الكمبريسور؟ الناحية الثانية صعب ولا ده الكمبريسور اللي حطيته؟ ده الكمبريسور؟ ده الكمبريسور؟ اه مش مهم انت بتقول لي الكمبريسور والتربين ده ممكن مش شبه بعض انا عارف بس في حاجة ايه؟ فكر فيها اللي في الاخر خالص ده ايه؟ مش مهندس اللي هو ايه؟ نوزل فاكيد اللي قبل النوزل مين؟ التربن تربايل وقبلها كومبشن تشامبر وقبله كومبرس فده كده الكومبريسور بتاعي طيب في نوع اكسيال وفي نوع سنترفل ده هو انهي نوع؟ اكسيال اللي بيقول اكسيال ينفع ايده اللي بيقول سنترفل ينفع ايده عشان بدرك وانا شفت واحد حد معاه قلم او مسطره لو في مسطره تقدر تفتح فيكم قلم لو قلم 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 رجعوا تاني جواب بس بس القلم ده الهواء بيخش ازاي اصلا؟ الهواء الاول بيعدي من الجريل ليه حاطط الجريل؟ عشان اي مثلا عصفوره ولا حد منكم اتفرج على الفيلم بتاع او القصه الحقيقيه بتاعت الطياره اللي باظت بسبب الطيور بتحصل كتير الهواء بيخش من هنا الجزء دوت انا قطعه الجزء ده كله مقطوع هاف سيكشن او كوارتر سيكشن كمان ربع سيكشن فالهواء بيخش من هنا كده يبقى الهواء دخل ايه؟ اكسل ولا ريجل؟ اكسل لو انا خدت كده بالقلم اهو عديت باشمهندس بقى هي الشبك ده هيدخل الهواء كفايه اللي يحرك الهواء يعني لا مش المقصد والله بس يعني كبيره جدا دي والله ولو فلتر بقى بتاع العربيه كان بيعمل ايه؟ مش عارف الهواء بعد كده بيعمل ايه؟ الهواء بتعمل ايه؟ اتجاه ايه ده؟ ريدي ايه ده سنترفت ولا اكسل كومبريسور؟ سنترفت الهواء بيدخل اكسل ويلف ويطلع اتجاه الريدي المجموعه اللي هنا هو ايه اللي انت شايفينه ده؟ ايه؟ هنكون متعودين بس في الموديل انت هتشوف اجزاء وبشرحها وزميلك الثاني في مكان ثاني هيشوف اجزاء ثانيه فانت بتركز في كل الشرح وبعد كده بتاخد طول حوالين الموديل تشوف الحاجه اللي ناقصاك الناس اللي هنا بقى
انتوا مش شايفين حاجه غريبه انا حالي؟ لا عبارة عن ايه؟ هو كده؟ هنا؟ 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 هنا ولا هنا يا باشمهندس؟ دبل فيز سنتريفيكال كومبريسور. دبل فيز سنتريفيكال كومبريسور يعني ايه؟ كومبريسور من الناحية دي ومن الناحية التانية. لو هو بيخش من هنا ولا بيخش من هنا؟ ولو ركزت هتلاقي برضه الجرين مكملة هنا اهو. لا هو بيخش هنا اهو. اه بيخش من ناحيتين عشان ياخد كمية هواء أكتر. بيخش من الناحية ازاي؟ سؤال طب هو ايه اللي خليه يخش اصلا؟ الكمبيوتر بيعمل ايه؟ ساكشن اند دليفري فبيسحب ساكشن زي البيك بتاع العربيه فهو بيسحب الهواء بيطلع منين؟ بيطلع من هنا يعمل ايه هنا بقى؟ يبدا يتوزع على الكمبشن تشامبرز انا شرحت لك الكمبشن تشامبر قلت لك منها ايه؟ هو مديول واحد وبيتكرر على المحيط بتاع الدايره كلها ادي مديول من الكمبشن تشامبر فين؟ اهو والثانيه كانت هنا واتشالت الثالثة اهي الرابعة خمسة ستة سبعة ثمانية وهكذا وصل الفكرة؟ طب ليه انت ليه مقسمها على المحيط؟ عشان يخش على التربينة على المحيط بتاع التربينة فبياخد التورك بتاعها أعلى تمام؟ كومبشن تشامبر بيتكون من ايه؟ قلت أول حاجة هو عبارة عن كيسنج خارجي ولاينر داخلي الكيسنج الخارجي أول جزء فيه هو ديفيوزر ليه عامل ديفيوزر؟ عشان أقلل السرعة عشان ما يحصلش بلوك لا هو بيعدي على الديفيوزر في هنا ريش الصغيره دي عشان بس التوجيه عشان ما يحصلش فاريشن للفلوس. الهواء ما يخش كده كله هيخش من جوه؟ لا اللي هيخش جوه قد ايه في البرايمري زون؟ 20% من هنا بيخش من هنا في الحته الصغيره دي وبيعدي ادي الانجكتور فيه الانجكتور وبيحصل هنا الحريق في البرايمري زون اللي هي بيحصل فيها 20% بس من الهواء. طب وبعد كده 80% من الهواء راحوا فين؟ طلعوا من بره. في الانترميديت زون يبدا يخش لك 30% من الهواء. في الديليوشن دول يخش باقي 50% وصل الموضوع ده؟ تخيلت شكلها كده كويس؟ انا سالت حضرتك النوع دوت كان ولا كان انيولر ولا انيولر بس؟ كان ليه؟ كيسنج المخبط المقبول واللاينر المقبوله في واحد تاني زيه واحد تالت زيه امال كان انيولر هيبقى عامل ازاي؟ اللاينر منفصلين لكن الكيسنج كله ايه؟ سبونتين جوا بعض الانيولر بس اللي كله بيجوا بعض وصلت؟ وعرفنا الميزه بتاعت كل واحد منهم اكيد كل ما بقلل كميه الحديد بقلل الويت بخليه اخف بس في المقابل ما بضمنش التوزيع يكون منتظم زي دي مش مهم بس في مشكله انا لمحت كده بعقل الساقط ونظري اللي فيه زيه ان في واسطه من هنا لهنا هم مفتوحين على بعض وانت بتشتغل لا الواسطه دي واسطه من جوه اللاينر لجوه اللاينر ناحيه ثانيه ليه؟ عشان اول مره بس في البدايه السبارك بلاد تحصل في واحده وتسمع في الباقي وبعد كده خلاص شفت انا مش محتاج هنا سبارك بلاك لا هنا الحريق كله ايه؟ بيسمع وصل كده يا شباب هيطلع من هنا كومبشن جازس يخش على التربينه ماسك جروب اللي ناحيه شايف ايش التربينه عامله ازاي؟ ايوه شايفين ايش التربينه عامله ازاي؟ شفت الايروفويل اللي قلت عليه؟ هتلاقي ريش التربينه مجوفه اللي مش شايف يركز عشان هيجي يبص عليها بعد ما اخلص مجوفه عشان التبريد بتاعها من جوه هنا التربينه عباره عن صفين فيكسد بليت وموفينج بليت فين؟ في البيت مجرد ما الدنيا تبدا تتحرك هتاخد ايه معاها تحركه؟ هتتحرك الكمبريسر كله يتحرك والشفط كله يتحرك ودوت الكابلنج بتاعي يتوصل يطلع بعد كده غازات لسه فيها باور لان التربينه اهي راكب عليها اول بتشفط مش راكب عليها حاجه لكن بطلع غازات لسه فيها طاقه تخش على النوزل تعمل ايه؟ خلاص تطلع طياره تتحرك في حد عنده سؤال؟ بصوا معايا اللي دخل دوت موديل لل ال سترول تعالى نشوف مع بعض كده سكه الهواء اللي اتفقنا عليها ورسمناها على السبوره شكلها عامل ازاي الفلتر كان موجود هنا شلناه بص الهواء بيخش اول حاجه هنعملها ايه؟ اهو كده مش شايف سنسنج عباره عن فيل فلاب سنسنج فلاب و كومبنسيشن فلاب بناء على كميه الهواء في الظهر هشرح كذا حاجه هلف الموتر كذا مره هتركز في مكانها عشان تبص عليها بعد كده في الاخر كلها هنلف حوالين الموتر في الظهر في ايه؟ البوتنشيوميتر اللي قلنا عليه او ريستات في شيت الكهرباء اهي كل لفه من دول هتديك ريستات مختلفه او ريزيستنس مختلفه الهواء هيخش بعد كده ايه اللي خلى الهواء يخش اصلا؟ دي
سرعه. طب اتحكم فيها عن طريق مين؟ سرعه البلب. سرعه البلب ده صح. انا حاطط القلم عليه يفتح ويقفل يفتح ويقفل. عليك بص كده شويه كويس على سرعه البلب وهو بيطلع يقفل اللي قدامك ده. سويتش سرعه البلب سويتش عباره عن ثلاث ريش. لو انا فول كلوز في ريشتين نفسين بعض فالاي سي يو عارف انت ايه فول كلوز وتبقى ايدل. لو انا فولي اوبن الريشتين التانيين هم اللي لابسوا بعض. ركز كده شويه في ريشتين نفسين بعض شايفينهم؟ شايفين الريش اصلا؟ لا شايفيني؟ في حيطه اصلا في ريش كمان في صبوره سبحان الله. دول يا شباب دول كده لابسين بعض ايش دي؟ طب انت كنت بتروح ايه ده ايه ده بقى؟ معلش الاثنين دول لابسين بعض. لو انا فتحت على الاخر سابوا بعض والاثنين تانيين لابسوا بعض. ركز في مكانها وهتلف دلوقتي بتفصيل كل واحد فيهم. خلاص؟ ايه ده يا باشمهندس؟ الباي باس؟ الباي باس؟ باي باس؟ قبل سرعة الباص برمي بعض سرعة الباص. بصوا مع بعض كده. شنو ايديت التيك مانج هو دخل كده توزع الاربع اسطوانات شجره التوزيع يعني التيك مانج ديت دخل الهواء لجوه عشان يخش على الاسطوانه. بس قبل ما يخش على الاسطوانه بيقابل مين؟ الانجكتور. الانجكتور ده جاي منين؟ دي اسمها ايه؟ دي السودا دي الابواب السودا بتوزع الاربع انجكتورز اهو فاول ريل فيول ريل طلعها الاربع انجكتور. ايه ده يا باشمهندس اللي راكب مع الفيول ريل ده واخد فيول معاه؟ بريشر ريجليتور عباره عن ايه؟ دايفرام وتحت فيه فيول وفوق فيه ايه؟ ضغط الانتيك مانيفولد وسبرينج. والله ضغط الفيول لما يزيد عن الفرق اللي انا عارفه ارفع الدايفرام ده لفوق ويبدا الفيول يهرب من فتحه الريتنز دي لتحت والضغط بتاعه يقل ويرجع الدايفرام يقفل تاني واحافظ على دلتا بي ثابت. وصلت؟ بعقلك الفظيع اخدت بالك من حاجه. الفيول ريل طالع منه واصله لحاجه متوصله في الانتيك مانيفولد وليها فيش الكهرباء كمان. الفكره ده ايه؟ كولد ستارت انجكتور كولد ستارت فالف. شو قلنا في كولد ستارت؟ يا اما الاي سي يزود الفيول على الاربع اسطوانات يا اما ازود بفالف فوق في الانتيك مانيفولد يزود الفيول فوق وبالتالي الهواء وهو دخل الاربع اسطوانات هيكون زايد معاه فيول اصلا من الاول. وصل الفكره كده؟ الانجكتور شكله عامل ازاي؟ ادي الانجكتور يا شباب اهو. وصل الكهرباء جايه منين؟ من الاي سي يو وده شوط الكهرباء ديت ده زمن فتح الانجكتور. وادي الفيول جاي من الفيول ريل وبيرمي فين؟ فتحه الانتيك. فاكرين البلوتش ميتر قلنا عليه؟ اهو. شغال في الموقف المحرك يغير في الستيت بتاعته ويبعت اشاره مختلفه بالكهرباء بتاعته. تمام كده؟ في حد عنده مشكله في الكلام ده؟ وادي صورة البلب اللي قلنا عليه. لو سمحتوا مع نفسكم ناس كبيره من البدايه من هنا 4 4 خشوا يبصوا الموديل حواليه لفه صغيره اتكلوا على الله. انا هتشوف التفاصيل الصغيره مش هتلاقيش. يلا اصل يعني شو 4 4 يتعدوا بعض وتعطلونا.